في جلسة نقاش في كل ما حدث، يعني هنتكلم على مشروع التخرج أو المشروع بتاعنا اللي هنقدمه إن شاء الله مع بعض. كده منكم إن شاء الله. عايز الناس تتكلم في الموضوع، اللي عايز يسألني واقول لكم المحاضرات فين وفي الجروب موجودة، كلموا في المادة العلمية ايه اللي ناقصكم، اللي محتاجينه، بحيث ان انا يعني استعرضه معاكم. الو، اديني الصوت بس كده، معايا الصوت كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده الصوت تمام. الناس عشان تبقى المحاضره مفيده، يا ريت الناس تجمع اسئلتها دلوقتي ونتناقش فيها. المحاضرات كلها متسجله، هنديكم اللينكات، الدعم الفني هيرفع لكم اللينكات فين وعايد عندي قناه، والشباب اللي معايا برضو نفس الفكره. خلاص هيديكوا كل حاجة كده. الناس سامعيني كمان؟ حاضر. سؤال سؤال ماشي. متى نستعمل أول سؤال بيتسأل، اللي هو ستوب، كلمة ستوب. النهاردة هنتكلم عن الأسئلة بتاعتكم وأجاوبها إن شاء الله تعالى، وكمان هنتكلم على المشروع هيبقى شكله ازاي، اللي احنا هنستلمه منكم، اللي انتوا هتبداوا تشتغلوا فيه وتسلموني خلال اسبوع. مدته هتبقى خلال اسبوع ان شاء الله تعالى. اول سؤال قدمته ايمان، سالته اللي هو امتى نستعمل الكود بتاع ستوب. بنستعمل الكود بتاع ستوب لما نكون عايزين نوقف المشهد بتاعك او الشاشه بتاعتي. بمعنى ايه؟ خلاص، بمعنى ان الكود بتاع ستوب هيوقف، بيوقف لي المشهد عشان انا عايز استقبل من اليوزر انتر اكتف معينه او اكتف معين. خلاص معايا؟ فهي دي الفكره. فانا بعمل ستوب على الفريم، على الفريم، عملت ستوب على الفريم عشان اوقف المشهد. هيدوس بعد كده يختار من المنيو، هيختار قايمه يروح ليها وهكذا. خلاص معايا كده؟ اخر فريم، اخر فريم للمشهد او اول فريم للمشهد مش هتفرق. خلاص، الفريم الاول او الاخراني للمشهد ممكن يبقوا فريمين ثلاثه، بس هي كده المشهد انت عايزها توقفيه فين بالظبط. بتحطي عند الفريم تقفي عليه وتختار ستوب، تخشي من الاكشن سكريبت وتختاري ستوب. تمام كده؟ ايه تاني؟ الناس برضه قاعده تسال على المحاضرات، والله المحاضرات هنوفرها كامله متكامله باذن الله تعالى. خلونا في الاساسي عشان دي اخر محاضره معاكم، فمش هبقى موجود تاني، فاللي هيبقى محتاج حاجه يسال فيها اكتر. ماشي، لو عايز احط رابط، الرابط يا مان عايزاه يشتغل على طول ولا يشتغل على النت؟ لما نيجي نضغط على الرابط يشتغل على النت ولا يشتغل في الفلاشه؟ في الفلاشه. لو احنا حاطين الفلاشه نفسها على الانترنت، يعني لود موفي، هنختار الكود بتاع لود موفي ونحط اليو ار ال بتاع الفيديو، فهينادي على الفيديو هيشغله مكان الفلاشه. بس كده هتشتغل في الفلاشه ان شاء الله تعالى.
الناس بس جربها، واللي ما عنده مشكلة تانية يعني يتواصل معايا على الإيميل إن شاء الله. ولو على النت عايزة تشغليها على النت هتحط دي يو ار ال بس بتاع، هو ده بتاعها معايا كده. ايه تاني؟ مفيش اي مشكله، احنا كده كده لو انت قدرت تلم يعني تلم الفكره في المحاضرات وشارك بالمشروع ما عندهاش اي مشكله. خلاص الاصوات اللي اتاكد ان هي تكون بتنزل ما تكونش اصوات مضغوطه، مش مضغوطه بالوان رار والوان زب، لا الصوت نفسه ما بقاش معمول له ضغط. خلاص يبقى لا ويف لا ام بي 3. خلاص نتاكد من الاثنين دول اللي هو الامتداد بتاع الاكستنشن بتاعه لا ويف لا ام بي 3. خلاص دي الاصوات اللي ممكن استوردها كويس، عشان في بعض الاصوات بتبقى ويف او ام بي 3 بس بتبقى مشكلتها الصوت نفسه مضغوط، مش مضغوط باللون الاخضر، هو مضغوط داخليا معموله زي الكمبريسور حاجات كده مضغوطه جواه، فعشان كده ما بيقدرش على الفلاش يستورده. خلاص فنتاكد من الحته دي. ايه تاني؟ هو ايه ما عندناش الامام بس اللي بتسال؟ لا الصوت بينزل على لير منفصل، الصوت افضل اللي احنا ننزله على لير منفصل عشان نسحبه زي ما هو عايز. خلاص 11 المحاضره حاضر والله هتنزل على الانترنت، الناس بس بتوع التسجيل ربنا يجازيهم خير بيعالجوا المحاضرات قبل ما بتنزلوا كده. عمل الفلاش نفسها لازم يعني اللي بيسالوا ده كويس جدا الفلاش الاوبجكت يبقى يحمل داخلي. خلينا لو جاب الناس بس تسال يعني سؤال سؤال تنتظر بعض عشان اقدر اعمل الملف داخليا لازم اتاكد ان كل حاجه منزلها لسيمبل. فاكرين السيمبل اللي شرحناه اللي احنا نحولها لجرافيك لموفي كليب لزرار لبطن، لازم اتاكد الثلاث حاجات دول معمولين للفلاشه للفلاش بتاعي للملف بتاع الفلاش. خلاص فهي دي المهم. خلاص فلازم يعمل ضغط للحاجات دي كلها اللي هو يحول الحاجات اللي محتاجها جرافيك جرافيك اللي محتاجها موفي كليب موفي كليب وهكذا. خلاص فدي مهمه جدا جدا معايا كده. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني اللي كانت بتساله من ثواني يا شباب ويا اساتذه اللي هو الجو تو، لا اتاكدي ان انت حاطه الجو تو ده على زرار. خلاص نتاكد ان الجو تو الكود بتاع الجو تو ده محطوط على زرار. انا رفعت في الجروب بعض المواقع وبعض المدونات فيها اكواد جاهزه ورفعت الاكواد جاهزه كلها، بس الناس تتاكد ان محطوطه على زرار. خلاص معايا؟ في اسئله تاني بخصوص المحاضرات الناس ممكن تستوعبها؟ احنا مبسطين المحاضرات قوي يعني مش شرط ياخدوها لايف عشان الناس انا شايفها مختلفين، ممكن الناس تسمعها براحتها وكل حاجه وبعد كده تتابع معايا ما عنديش اي مشكله. انا اديت الايميل عشان الناس اللي عايزه تتابع معايا شخصيا يعني ما فيش اي مشكله برضو. كيف ارد الامر الاكشن؟ بقف عليه افتحه تاني من اكشن من فوق وامسح اظل الكود بتاع امر الاكشن. خلاص يعني بفتح الصفحه زي ما بفتح صفحه الاكشن من ويندو اكشن، بفتح الصفحة من فوق ويندو اكشن وافتح مكان ما انا حاطط الكود بالظبط واروح مظلله كلها. خلاص كده الدعم الفني بيعمل لكم مالي استبيان استطلاع رقم في الدورة دي مهمة جدا عشان يعني نطور كلنا نفسنا نطور نفسنا.
انا اطور نفسي واطور الماده العلميه، الناس ممكن يكون محتاجها في الدار اللي بعديها وهكذا. مش هيحصل اي مشاكل لما تتاكدي ان انت لغيت القديم. تمام خلاص، لازم تلغي القديم. فين بقى الناس؟ هو الناس مالها النهارده؟ ما حدش متفاعل ليه؟ مفيش مشكله يعني، شوفوا واسال بعديها. انا كنت اتمنى ان حتى ما حضرش معانا لو كان شاف المحاضرات قبل المحاضره الاخرانيه دي كان قدر يسال ويستفسر، مفيش مشكله، ما عنديش اي مشكله الناس تسال، مفيش اي مشكله. خلاص كده، معايا كده. انا احط الناس دلوقتي، الناس اللي الجروب بتاع المعهد وعلى الجروب بتاع الدوره النفسيه اللي احنا عاملينها. خلاص كده، دي الشروط اهي. اللي احنا بنعمل كائن تعليمي يحتوي على موضوع محدد زي ما احنا شرحنا خلال الكورس كامل، في اسم المصمم وطريقه التواصل معاه، الايميل بتاعه بحيث ان لو رفعناه على الانترنت وحد شافها عجبته يقدر يتواصل مع المصمم، تبقى منها تسويق ليه. خلاص، وكل ده يعني تصميم الكائن التعليمي طبقا لمواصفات الشرح اللي احنا تم بينا. ابعاد الكائن التعليمي 800 في 600، عدد شاشات الكائن التعليمي لا تقل عن 10 شاشات عشان يبقى نحس ان هو في كائن تفاعلي فيه شويه. واخر موعد لتسليم المشروع اللي هو الاسبوع اللي بعد الفتره بتاعت دي، يعني اللي هو 1/3/2012. خلاص معايا كده، هتبعتها لنا بقى على الايميل ولا ترفعها على الجروب مفيش مشكله، واحنا هنعمل بيها ان شاء الله. مفيش مشكلة ولا تعطل، مفيش أي مشكلة، بس هو خلينا بنحدد أسبوع، تحدد أسبوع اللي هيحصل عنده مشكلة ممكن يتواصل معانا يقول لنا مثلا عندي مشكلة، بس أسبوع عشان الناس تضغط نفسها، لو سيبنا الموضوع مفتوح الناس مش هناخد منها حاجة. الموضوع إحنا مش يعني بنستغل حد، إحنا كله عايزين نفيد الناس. اللي إحنا هنعمل ليرنينج أوبجكت، مستودع ليرنينج أوبجكت باللغة العربية، نرفع الشغل بتاعه ده عليه إن شاء الله، كل الناس تشوفه، الواجبات بتاعتنا تتشاف للناس كلها، تبقى منها تسويق ومنها نحس ان احنا عملنا حاجه كويسه عشان الشهاده كمان والحاجات دي كلها. مفيش مشكله، حاضر. في حاجات كتير ممكن تنزلها من يعني برامج كتير ممكن تنزلها من على اليوتيوب وكده. وجنبه ايه؟ انا مش عارف اقرا الكلمه العربي دي يا امير. سايو ايه؟ سيناريو. ما هو لازم، ما هو انت لو بصيت على المحاضرات مش هتقدر تعمل الحاجه بتطبيق الا لما تعمل سيناريو. ما هو السيناريو، فانا مش هطلب من الناس الشغلين، هم اكيد السيناريو ده اساسي لازم يعملوه. خلاص، انا عاوز المخرج ما بعد السيناريو. مخرج ما بعد السيناريو اللي هو كائن التعلم اللي احنا هنقدر نرفعه على الانترنت ان شاء الله على المستوى الرقم اللي احنا بنحلم بيه. خلاص، وانا هساهم معاكم برضو كائن التعلم، هعمله زيكم بالظبط، مشروع التخرج بتاعنا للدوره، وارفعه معاكم ان شاء الله تعالى بإيدي. يبقى انا كده مساهم زي الناس بالظبط، احط اسمي وكل حاجه. ما لازم يمشي عليك ويمشي عليا، فانا ان شاء الله هساهم برضه كائن تعلم، انا عامل تصميم تنفيذي وارفعه ان شاء الله. عشان ما حدش يقول اذا كان بالدفع نسعد ان شاء الله. خلاص، اتفقنا كده. دي المواصفات تاني، المواصفات تاني كل حاجه. ايه تاني يا اساتذه؟ حفظكم الله.
النهارده اخر محاضره ان شاء الله، فعايز الناس يعني تعصرني زي ما بيقولوا عشان ايه نطلع احسن ما عندنا ان شاء الله في المشروع. لا تبقى منفصلة أحسن. عشان كده أنا ما قلتش الناس برضو، يعني الناس ما تسألش، أنا هرد على سؤال دعاء باين أو دي أو إيه ده، وهرد على سؤال المحبة للرسول بتاع أول محبة للرسول اللي هو الفلاش والحاجات دي. خلاص الفلاش والفوتوشوب، الفوتوشوب أنا بعمل الليارات متقطعة كليارات وأسحبها ليارات عشان أقدر أحرك حاجة أو أحط حاجة، يبقى كل حاجة منفصلة، فلازم تبقى على ليرات. لير واحد يبقى انا كده ما استفدتش حاجه، يبقى انا كده قفلتها كشكل صوره، فلما اجي جوه الفلاش هتعاني معايا. خلاص الرد الثاني، انا كل ده البرنامج على فلاش عشان انا خدت التولز بتاعت الفلاش. لو حضرتك او حضرتك عارفين تولز ثانيه ممكن تأدي نفس الغرض غير الفلاش، شيل الفلاش وحط التولز الثانيه، ما عنديش اي مانع. المهم تطلع لك ليرنينج اوبجكت. انا اديت بالفلاش ليه؟ الفلاش منتشر في السوق، دي اول حاجه. الفلاش مهاراته كويسة، الفلاش تعليم وهتلاقي فيه كتير تعليم فيساعدك على الاتباع بعد كده. خلاص ده كانت من اهدافي، انا اخترت الفلاش ليه؟ اهدافي تاني عشان انا اشتغلت على الفلاش بيدي. في برامج كتير اسر تولز بقدر اعمل عليها اللي انا اقدر اعمل عليها الليرنينج اوبجكت، بس الفلاش اشهرهم او مش اشهرهم اللي موجود بكثرة. يعني انت لو عملت سيرش على تعليم ليه هتلاقي تعليم حاجات تساعدك اكتر بجانب شرحي. فهمتوا ليه الفلاش؟ فممكن انت اي برنامج تقدر تلاقيه بيعمل نفس عمل الفلاش هيطلع لك ليرنينج اوبجكت، ما عنديش مشكله. انا عايز الناس تفهم الفكره العامه وبعد كده تربطها بالبرامج. بمعنى ايه؟ الفكره العامه ان احنا عايزين نطلع حاجه اسمها ليرنينج اوبجكت. طلعت بايه؟ خلاص. ماشي؟ طلعت ببرنامج الفلاش، طلعت ببرنامج تاني وهكذا. في برامج كتير بتعمل، ممكن نعمل عليها ليرنينج اوبجكت. الفلاش عندك الدايركتور، عندك الكابتيفيت، عندك ايه تاني؟ عندك لو انت عملت اوثرنج تولز اللي هي برامج الاوثرنج تولز بالانجلش كده هينزل لك اكتر من 100 او 150 برنامج. خلاص؟ عندك الكورس لاب ممكن اطلع منه اعمل فيه ليرنينج اوبجكت حسب ما انت عايز. بس انا بديك اشهرهم اللي يديك سوق عمل. انا فكري لما ممكن يكون البرنامج صعب على بعض الناس، 3 دي ماكس مش هيطلع لك الليرنينج اوبجكت، هيطلع لك حاجات تساعد في الليرنينج اوبجكت. لا الباوربوينت لا، مش هقدر اربطه مع، يعني هحاول تراعي ان انت تربطه مع اداره محتوى اللي هي ال ام اس. خلاص؟ ما هو انا مش في اسماء كتير. خلاص؟ في اسماء كتير، في اسماء كتير ممكن انا اسماء انا ما اعرفهاش انتوا بتكتبوها. خلاص؟ انا زيكم يعني، انا عارف مجموعه برامج بشتغل عليها او تولز انا بشتغل عليها، ففي برامج انتوا بتكتبوها انا ممكن ما اعرفهاش. خلاص؟ فالناس هل هي بتأدي نفس العمل؟ لو انت شايفها اللي بيكتب برنامج الاوتو بلاي منو ديزاينر بيأدي نفس العمل، شغال خلاص توكل على الله. جو اهي طبق بقى اللي احنا قلناه بتاع السيناريو والسكريبت والحاجات دي كلها ونفذها على الاوتو بلاي انت عارفه وشغله وطلع منه ليرننج اوبجكت محترف. بس كل ليرننج اوبجكت تنفع تترفع على المواقع، تنفع تترفع على ادارات المحتوى بتاعت التعليم الالكتروني عشان تبقى ليرننج اوبجكت. فانا لما درست الفلاش لقيت الفلاش هيديك كل الحاجات دي. فهمتوا ليه انا درست الفلاش؟ بس تمام يا اساتذه ويا استاذات. فاحنا يعني عايزين حاجه، الله يفتح يا استاذ محمود. خلاص ماشي، اديني سؤال منار وانا هقول لك عليه. عايز اوصل للناس احنا بندي، او انا يعني شخصا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا بدي طريقه. بمعنى ايه طريقه عمل؟ طبعا باي حاجه، باي برنامج انت تعجبك قضيه بيه او اعمله بيه، خلاص نفذه بيه. فدي طريقه العمل، انا بديك تولز معينه، التولز دي ممكن تبقى متغيره، في تولز احسن ظهرت انا ما شفتهاش ممكن انت تحطها او انت تحطيها، وتوكل على الله. خلاص
ماشي، اديني السؤال اللي هو بتاع تصدير العمل. ماشي، تصدير العمل على النت او الاسطوانه؟ الاسطوانه، عشان اعمله على الاسطوانه بنخليه الاي اكس اي، بنخليه اي اكس اي اللي هو ويندوز اي اكس اي، خلاص الويندوز بروجكت اي اكس اي، هو ده اللي على الاسطوانه عشان اقدر انسحه. خلاص، لو على الانترنت بصدره اللي هو الاس دبليو اف الفلاش، خلاص ملف تنفيذي اي اكس اي عشان يشتغل على اي جهاز، مش شرط يبقى على الجهاز فلاش، ولا فلاش ولا فلاش بلاي. خلاص، بخصوص على الانترنت بخليه اس دبليو اف عشان اقدر ارفعه على اي اداره محتوى، اقدر ارفعه على اي صفحه اتش تي ام ال او صفحه بي اتش بي او صفحه اس بي دوت نت، اي حاجه بقى. خلاص، ما هو ده المهم يعني. معلش يا امير، انا دي يهمني ليه؟ يعني انا مش هستعرض البرنامج، انا باخد اللي فيه. خلاص، زي اديك مثال بسيط معلش الناس تستحمله، زي النحله كده. هل النحله لما بتيجي تاخد رحيق الزهره، هل بتاخد الزهره كامله؟ ما هو الزهره فيها اغصان وفيها عود الجذر بتاع الحاجات، هي بتاخد الرحيق بس. فاحنا نعتبر بناخد زي النحله كده رحيق البرنامج بس، احنا بناخد اي برنامج الرحيق منه اللي هيديني في الاخر العسل اللي هيطلع في العمل النهائي. خلاص معايا كده؟ المهم ما تكونش شعارات، المهم تكون منفذه بس، فاحنا كلنا ننفذها يعني. يا ريت، اتمنى الناس كلها تنفذها. الناس بتسقف لي كده يعني. في اي اسئله تاني؟ يبقى احنا فلسفتنا بدون فلسفه، زي ما امير قال كده، ناخد يعني ناخد الجمله بتاعت امير ده ونحطها على الجروب بتاعنا، اللي احنا نتعامل مع البرنامج بدون فلسفه، ناخذ ما نحتاجه منه. خلاص، علشان كده هتلاقوا الكورس عندي او الدوره بتاعتي ما بتكملش 10 محاضرات، فاهمين الحته دي؟ عشان انا بديك اللي هو زي بقول لك ايه، الاخر يعني، زي المصريين احلى حاجه فيهم هات من الاخر، فده هات من الاخر بتاعت المصريين. الاثار ماشي، وهنا الاخوه السعوديين بيقولوا اللي هي الزبده يعني، فدي زبده الموضوع. اي اسئله تاني؟ ممكن حمايته على السي دي، دي فكره كويسه. في بعض انا مش عارف مين اللي كتب الميل، عاوز ناخده نحط عليه حاجه ولا نبعت له عليه؟ عشان تحمي السي دي بتاعتك بعد ما حطيت عليها البرنامج، ليها كذا طريقه. في بعض الشركات بتقدم لك لينكات. لينكات ايه؟ طب خلاص، لينكات ايه؟ طيب خدي اللينكات، قولي لي اللينكات ايه بتاعت الفيديوهات. اللينكات بتاع الفيديوهات هيرفعوا لك في الجروب دلوقتي. خلاص، بخصوص حمايه السي دي، حمايه السي دي في شركات سكيورتي بتديك سكيورتي للسي دي نفسها ما تتنسخش. خلاص، او السي دي بيبقى بيوزر نيم وباسورد عشان ما يتنسخش. خلاص، بتاع الجروب كل ده مهم جدا، ده مهم جدا لكل الناس. اللي انا بحط حاجات معينه على السي دي نفسها بتعمل لها زي سكيورتي. هجيب لكم كام اسم شركه بس انا لسه مجمع يعني، ما اتصلتش بالناس في مصر يقولوها لي، بتديك الحته دي. عشان كده بتلاقي السيدات اللي هي بتتباع في السوق لو انت عايز تعمل لها حمايه او الحاجات دي كلها، بتديك هي بتديك زي ملف كده تشغيلي بترميه مع كل اسطوانه انت بتنسخها، فبتلاقي لما حد يجي ياخد اسطوانه منك عايز ينسخها ما بيعرفش ينسخها. خلاص كده؟ بس كده، هو ده الموضوع. ده بالنسبه للحمايه. بس الناس تفكرني يعني، وانا هجيب لكم اسماء الشركات دي انتوا تقدروا تتعاملوا معاها. المشاريع اللي فيها فيديوهات كبيره بنحاول نضغط الفيديوهات اعلى صوره اللي هي الاي في اي. احنا جوه الفلاش ممكن نخليها الاف ال في زي النسخ اللي انتم بتشوفوها على اليوتيوب. الاف ال في ده النسخه اللي بتترفع على اليوتيوب، دي بتقدر انت تروح بسهوله جدا وتشتغل، تقدر تاخدها على الفلاش بسهوله جدا وتشتغل كويس جدا. خلاص، فدي لازم نراعي الحته دي ان شاء الله. مع يعني هبقى معاكم ان شاء الله من الاسبوع الجاي في الدوره بتاعه المونتاج، هيبقى فيها صيغ الفيديو، هيبقى فيها كل الحاجات دي ان شاء الله، ونتكلم فيها بالتفاصيل اللي هي صيغ الفيديو.
خلاص. فلا تقلقوا يعني، انتوا يعني انا وراكم وراكم معلش. بيكون ال اف ال في حجمها صغير عشان انت لما بتيجي تضغطها على حجمها. في برنامج خاص بادوبي اسمه، هقول لكم عليه ثواني كده اطلع اسمه بس من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين؟ بسم الله. اسم البرنامج ادوبي انكودر حاجه زي كده، ثواني انا بفتح بس. لا مش الدايركتور، الدوره اللي جايه مش بتاعت الدايركتور، الدوره الجايه ان شاء الله تعالى هتبقى خاصة بالمونتاج كامل. الدايركتور دي هتبقى زي ورشة عمل ان شاء الله تعالى، ممكن انا اديها وفي ناس هتديها تانية محاضرين يعني، اللي احنا هنعمل ورشة عمل على الدايركتور ازاي تخرج سيديهات خاصة بالمالتي ميديا سي دي والحاجات دي كلها. بقى هتبقى ورشة عمل بسيطة، خمس ست محاضرات تطلع لك اللي انت استاذ ومحترف في الدايركتور يعني ان شاء الله تعالى. اللي انت هتدرسه فيها لينجو هتدرسه فيها التاني. البرنامج اسمه زي ما بقول لكم كده، اسمه اللي هو بيضغط الملفات او بيطلع لك ملفات الفيديو اللي هو الانكودنج. ايوه انكودنج، خلاص ادوبي انكودنج تنزل كلها نازل معاها خلاص. ودي انا اعرفها في الضغط بتاع الايه، الملفات والحاجات دي كلها، ضغط ملفات الفيديو. الناس بدات تسخن اهو، ايه تاني؟ يلا هو ده البرنامج، بتحول بقى الملفات وتضغط زي ما انت عايز، الملف ده عايز تحوله لكذا تحوله لكذا وبتبدا تشتغل من عنده. خلاص الخارجيه من اليوتيوب انا بضيفها بلينكات زي ما اتفقنا دلوقتي. خلاص لا ما بينزلش مع الانكودر، ميديا انكودر ده ما بينزلش مع الفوتوشوب على فكره، بينزل مع الماستر كوليكشن كامله بتاعت الادوبي. خلاص ملف الفيديو على الجهاز هقول الردين على امير وعلى امام، الفيديوهات الخارجيه من اليوتيوب لو انت مش عامل لها داونلود هتربطها بلينك، لا تربطها بلينك جيت يو ار ال خلاص، او تربطها بلود موفي، ده الاكواد اللي احنا بنربط بيها الفيديو اللي انا بستدعيه اللي هو يشتغل عندي في فلاش او يشتغل ايه على لينكو، ببعته لينكو. الملف الفيديو على الجهاز لابد رفعه معاملاه في الفلاش لو انا عامل اللي هو اكسترنال فايل، ودي انا ما بعملهاش، انا بستورد الملف اللي بيبقى داخل جوه، وانا بعمل استورد للملف الفيديو بستورده جوه، فانا مش محتاج ملف الفيديو معاه. خلاص؟ بس اتاكد وانا بستورده، هل انا استوردته اكسترنال فايل يعني ملف خارجي، يبقى لازم يبقى مع الفلاش. خلاص على نفس الروت او نفس الباص. خلاص؟ لو مع كامل جوه الفلاشه معايا كده، دي مهمه جدا عشان ما يبقاش مشاغل مع الناس في الملفات الفيديو. ايه تاني يا اساتذه؟ ممكن في هو في زي كويز لوحده كده، انا مش فاكر الاسم بالظبط بس هحاول اجيبه لكم وارفعه لكم على الجروب، خاص بالكويز او بالاسئله، بتعمل اسئله منفصله عن الفلاشه وبعد ما يخلصها بتحط له لينك وهو يخش على الفلاشه تاني او على الفلاشه بعدها. خلاص يبقى منفصل عن الفلاش. ده هحاول لكم مره كده لو ممكن. حاضر، هو البرنامج ده هحاول انزله، هو عندي اصلا بس في الهارد الخارجي في اكسترنال هارد، انزله وابدا اشرح ازاي نعمل بيه اسئله. هو عامل زي الاسئله بتاعت الاي سي دي والحاجات دي كلها. خلاص بقدر اعمل الايه؟ الاسئله عليه، بقدر اعمل الاسئله عليه وبعد كده بربطها مع الكائن التعلم بتاعي. معايا كده؟ عشان جوه الفلاش انا ممكن اعمل اسئله جوه الفلاش، بس مشكله صعوبه الاسئله جوه الفلاش لو في العربي. العربي بيعمل مشكله شويه. فده يا امير فكرني بيه يعني، ده انا في عنقك ماشي؟ فكرني بيه ان شاء الله ونعمل زي ورشه عمل ازاي نعمل الاسئله، او نشوف حد يعني. احنا معانا مهندسين ومهندسات مميزات هنعلن عن اسمائهم قريب ان شاء الله، ممكن يدرسوا لنا حاجات زي كده اللي هو ازاي نعمل اختبارات الاسئله اللي هي الاسئله الالكترونيه. خلاص؟ ايه تاني؟ انا عاوز كده الناس تطلع يعني احلى حاجه عندك.
انا بقى لي 10 محاضرات ولا 11 محاضره زي ما انت بتقول، وقاعد انا اتكلم اتكلم وانت قاعدين مستمعين. فقولوا انت بقى، عشان انا استمع اسئلتكم الجميله. لا اصل انا مش عايزين فضايح بقى، هتبان اللي هي خيابه المدرس وليس خيابه الطالب. ما هو الطالب لو ما جاوبش يبقى المدرس اللي خيبان. تمام كده؟ انا شايف الاستاذ محمود بيكتب وامير بيكتب. انا عاوز الناس برضو الطلبه بتوعنا هنا في الكورس ده يتفاعلوا معانا، ان احنا لو في اي حاجه كورسات هم محتاجينها او الناس محتاجاها تبدا تكتب عنها او تكتب عن تعليمها، ونشوف الناس تعلمها لها، او احنا لو نقدر نعلمها لبعض مفيش اي مشكله. خلاص ده برضو اقتراح مفتوح بقى، اللي انت ايه زي بقول لك ايه ماذا تريد ان تتعلم. ناس تقدم اقتراحاتها كده عن طريق اللي هو الجروب بتاع المعهد، جروب معهد التعليم الالكتروني، ماذا تريد ان تتعلم من المعهد. حطوا كده افكاركم عليه والناس اللي فيها ومحتاجه ايه، ونبدا نتفاعل معاهم، عشان ممكن احنا في دورات ما نكونش بنغطيها مش عارفين ليه الناس محتاجاها او السوق محتاجها. احنا يعني بنجتهد وعايزين اجتهاد الاجتهاد بتاعكم معانا يعني. هو دي طريقه، وفي طريقه بتحط كله في الشاشه الرئيسيه حسب احترافك انت. خلاص الدعم الفني حط لكم اللينك اهو بتاع المعهد، جزيه خير، عشان تتفاعلوا معانا ان انتوا تحطوا افكاركم ومقترحاتكم. بص يا امين، انا اديتك طريقه عمل. خلاص كل شيخ وليه طريقه، لسه محطوطه اهو فوق، وهتلاقي فيه اللينك بتاع جروب المعهد التعليم الالكتروني. خلاص كده، فانت هتحطه في الشاشه الرئيسيه او تحطه في الشاشه العاديه زي ما انت عايز، الشاشات تروح لبعضيها زي ما انت محتاج. شوف الطريقه الاسهل بالنسبه لك. خلاص احنا ما بندرس قرآن منزل، بقيت العمل وتقدر انت بقى تبدع فيها. هو ده طريق الابداع، عشان تعرفها لحد ما توصل للنتيجة المرجوة، واحسن نتيجة ان شاء الله. في اسئله تاني؟ والله هو اي تجارب فيزيائيه ومتحركه دي بتاخد وقت، فالصعوبه مش في اللغه قد الصعوبه في تنفيذ المعلومه نفسها. فانت لو هتبقى متمكن من لغه السكريبت او من لغه اللينجو، بس ايه خلاص معايا ايه التجربه اللي هتعملها. انت لو انت متمكن في تطلعها تطلع تولز تطلعها برضه رائعه، حسب ما انت متمكن وحسب السيناريو اللي انت حاضره. خلاص عشان التجارب العلميه فيها الصعوبه في التنفيذ شويه. ازاي نختار الاكشن المناسب؟ حسب السيناريو وحسب انا هحتاج ايه من الاكشن. يعني انا محتاج ايه من الاكشن عشان يفيدني الاكشن سكريبت اللي انا هستعمله، هو هيوديني فين او يجيبني فين. خلاص الناس اللي مش عارفه الاكشن ممكن تعمل سيرش على الانترنت عليه، او تخش في الهلب بتاع الفلاش نفسه. لو دخلت الهلب بتاع الفلاش وكتبت الاكشن معناه بيديك ده عن طريق الحاج جوجل بتاعنا، تقدر تشوف شكله بيتكتب ازاي، وممكن تلاقي اكشن جاهز على طول. الجوتو اشهرهم واحسنهم، اكشنات بتشتغل في حاجات تانية زي الجوتو، لا بيبقى كل اكشن ليه خاص بيه. يعني هتلاقي فيه اكشنات خاصه بالبرنت الطباعه، اكشنات خاصه بتوقيف الصوت، خلاص وهكذا. اللي هو التسجيل اللي انا عامله الجديد انا شغال فيه، شغال فيه. معلش معلش انا عندي بس المحاضرات ملخبطه لي في جدول الجامعه، فعشان كده بس شغال فيه. وكده كده انتوا عندكم محاضرتين، هيبقى عندكم محاضرات
اللي احنا سجلناها لايف دي والمحاضرات اللي انا قعدت سجلتها لوحدي ان شاء الله. فخلال الاسبوعين الجايين دول هتلاقوا المحاضرات على القناه الخاصه بالدارين وعلى قناه خاصه بي. خلاص بقى عندي قناه دلوقتي يعني. ايه تاني؟ الدورة دي مش هتعاد، هي الدورة دي انا نازل اجازة بس 10 ايام في مصر، فالجامعة تكرر اصلا يعني انا ده بيتي، فهي والجمعية العربية جت فكرة كده اللي احنا ندي الدورة دي في 4 ايام هناك. خلاص فالدورة انا هتبقى في جامعة القاهرة 4 ايام مجانية برضو. علشان كده يعني دي ده بيتي التاني يعني، ده اللي انا يعني افخر ان انا اتخرجت منه، فعشان كده هندي الدورة فيها ان شاء الله تعالى 4 ايام كده، عشان انا نازل اجازة بس مكتوكية مصر القاهرة، فهنديها في حدود 4 ايام مضغوطة يعني مجمعة باذن الله تعالى. خلاص ان شاء الله اوعدكم تاني يعني باذن الله الدورات دي انا هحاول في الصيف يعني تبقى عندي المده اطول. ففي الصيف باذن الله تعالى نحاول ايه ان انا ممكن نجمع الدورات دي واحجز لكم انا مكان على حسابي، مفيش اي مشكله في اي مكان، ونبدا ندرسها باذن الله. والله هو الدورة من البداية في معهد الدراسات التربويه بجامعه القاهره، الموضوع اللي هي الاولويه للموضوع اللي هي لابناء المعهد وبعد كده بياخدوا من بره، فمفيش اي مشكله، فممكن تسجل. ماشي، اللينك بتاع المعلم الالكتروني ده انا مش فاهم في حاجه الناس محتاجه منه. هو شغل اكثر تعقيدا هيبقى في الكود، فهنبقى خرجنا من التعلم من الكائن التعلم دخلنا للموضوع ده، دخلنا ليه يعني، دخلنا في الاكشن سكريبت والحاجات دي، فدي ممكن نعمل لها دوره بقى لحالها بعيد عن لوحديها بعيد عن الموضوع ده كله. خلاص انا مش عارف اللينك اللي انتوا حاطينه ده بتاع ايه، اللي هو خاص بالمعلم الالكتروني، دي دوره بتتاخد اصلا اونلاين برضو بس دي بفلوس يعني، فيها خيره اساتذه التعليم الالكتروني والمهندسين كلهم زملاء اعزاء يعني، فاللي عايز اشترك فيها دي بفلوس، انا اسمع ان هي بفلوس يعني، فما فيش اي مشكله معايا. فكل الناس اللي بيدوا فيها دول يعني جمال شخصيا واخلاقا وكل حاجه معايا. شارك يعني ايه اللي عايز ياخد حاجه ما يبقاش، احنا ما بنعملش دعايه بفلوس هنا يعني، كل شغلنا مجاني وما بنرفضش بفلوس، فالناس برضو تقدر تساعد بالفلوس والحاجات دي كلها، ما فيش اي مشكله، اللي هو يعني يقدر ياخد الدورات دي ما عنديش اي مشكله فيه. خلاص طبعا كل حاجه نقدر نقوم بيها ان شاء الله، بس صعب ان احنا طبعا هيبقى يعني اخلاق المهنيه هتبقى مش كويسه معايا الناس، ما هو مثل هذه الدور عشان احنا نقوم بيها يبقى احنا كده اخلاق المهنيه مش كويسه. احنا ممكن نقوم ببعض اجزاء حاجات معينه بعيد عن الموضوع، بحيث ان برضه يبقى احنا ايه ما بنكررش المواضيع او من يعني ده يعني هجيبها لكم بالبلدي، ما بنقطعش رزق ناس، اصل ده رزق بيبقى مبني عليها رزق ناس. خلاص يا ريت الناس ما دخلناش في الاجزاء دي، احنا بنلاقي يعني بنعمل الدورات اللي هي نطرق عليها تفيد الناس، مع في دورات تانية مكمله يعني، احنا ممكن دوراتنا ممكن تبقى
ماشي على نفس السيلابس او نفس الاجزاء بس بشكل ثاني او شكل مختلف. خلاص معايا الناس كده سمعنا؟ الناس تسألنا في الكورس كده بتاعنا؟ للتصوير او مشروع تعليمي اللي انت تختار فكره معينه تكون، يعني انا بحب ان الناس تختار من تخصصاتها واللي هي تفيدها من التخصص بتاعها وتفيدها في الموضوع العمل نفسه كمان، عشان يبقى ايه؟ ما ضيعتش وقتا هباء زي ما بقول هباء منصورا، لا وفي نفس الوقت استفادت من الموضوع اللي هي ايه؟ تشتغل فيه. خلاص؟ ايه تاني؟ مفيش اي مشكله، لا يعني مفتوح الموضوع ليك لو انت هتقدر تسيطر وتدينا شغل كويس. الناس هتديني ايه؟ هتشتغل في مشروعين، في مشروع واحد، انا عايز الناس تجتهد. خلاص بعد كده مشاني مع بعض، انا مش بقول لكم اللي انا المحاضره دي ومش هتشوفوني. يعني ان شاء الله. ماشي تنفع مشاريع تخرج، ليه لا؟ عايزين تعملوا فكره جديده مفيش اي مشكله. احنا متواصل معاكم، معاكم الايميل بتاعي، معاكم الموقع الشخصي بتاعي، معاكم كل تواصل. معاكم الجروب انا ببقى موجود، بس إيه يعني مش هنتواصل الا في حاله واحده، يعني ان لم يبقى في العمر بقيه زي، بس هنتواصل مع بعض ان شاء الله. بس احنا نقسمها يعني عشان نبقى ناجحين اكتر، اللي يبقى فيه الموضوع مجزأ. هنقدم مشروع تخرج دلوقتي، قدام ممكن نطور مشروع التخرج ومشروع تاني احسن وهكذا. خلاص؟ هنحطها في المنتدى، هنحطها في، هعمل صفحة أنا، تصميم صفحة مستودع رقمي كاملة إن شاء الله، موقع خاص كده المستودعات الرقمية هنرفع فيها كل الحاجات دي بإذن الله تعالى. خلاص؟ بس يبقى عندي مشاريع أقدر أرفعها على صفحة، مش هحط مشروعين ثلاثة على الصفحة يبقى شكلها مش حلو. فهي دي الفكرة. وعشان كده إحنا طلبنا من الحاجات بتاعة المشروع اللي يبقى فيها اسم الناس. ما فيش والله، انا ما شفتش حاجات كتير او شفت حاجات كلها تعبانه يعني شويه، فانا عايز ان انتوا تعملوا احسن واحسن. خلاص انت عندك، لو انت مسكت المواد الدراسيه على سبيل المثال، عندك اجزاء كتير ممكن تعمل فيها ليرنينج اوبجكت، عندك ماده الفيزياء، عندك ماده الكيمياء، اجزاء بقى جواها، عندك التاريخ نفس الفكرة، عندك الدين نفس الفكرة، عندك ايه تاني؟ عندك مواد كتيرة. تاخد أجزاء من المواد دي أو تكون كائن تعليمي تثقيفي لموضوع معين، فكرة معينة. معايا؟ اي حاجه في اللغه، ماشي في اللغه مفيش اي مشكله. امين طبعا عشان راجل بتاع لغات وكده فلازم يعني يعمل في اللغه، لسه مخلص الاختبارات قريب فنازل سخن علينا. معايا كده؟ في اي تساؤل تاني؟ انا عايز الناس تطلق العنان للابداع. خلاص؟
لا تنظر للآخرين، انظر لنفسك وطلع اللي عندك. كل واحد مننا على فكرة عنده إبداع، بس هو بيبقى مكسل. بس هي مسألة كسل. عدد الشاشات ممكن يزيد، مفيش مشكلة. أنا بقول لك لا يقل عن 10، لا يقل عن 10، عشان يبقى فيه انتر اكتف، اللي انت فيه حاجة كائن ملموس معمول، ما حسبتهاش في 10، لا يقل عن 10 خلاص، علشان يبقى فيها اكنها يعني حاجة قوية. دي كنتوا يعني بإذن الله. ايه تاني؟ خلاص كده اقصد؟ يعني تكون استفادت من الدورة. أتمنى الناس تكون عندها إن شاء الله تعالى. أنا ليا نصائح أخرانية بس، واستحملوني فيها معلش. أنا عارف إن 11 محاضرة صدعت فيها كلام، بس النصائح الأخرانية، يا ريت الناس مشاريع البروجكت اللي احنا بنعملها دي، او مجال الميديا، او مجال الاعلام اللي احنا شغالين فيه، او مجال التعليم الالكتروني، مجال بيعتمد ليس على فرد واحد، على مجموعه. بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا داخل على التواصل دلوقتي 25 استاذ واستاذه، يا ريت يتواصلوا مع بعض في المعلومه، في كل حاجه بعد كده، بعد ما انتهى الدوره يعني، عشان الناس تستفيد من بعضها. الفضاء الخارجي اللي احنا بنستفيد منه، فضاء الانترنت والفيسبوك والحاجات دي، نقدر نستفيد منها ان احنا نطور نفسنا. اتمنى الناس يبقى عندها تطور للذات اللي هي على طول دايما. اتمنى من الناس تاني، من النصائح اللي انا بنصحها للناس، اللي يبقى محدده اهداف لحياتها، ودي مهمه جدا، ما تبقاش عارفه هي يعني تعبانه، او هي مش عارفه عايزه ايه. ده اتمنى من الناس تحدده، انت عاوز ايه لايه، عاوز تروح فين، اخرك فين، خلاص حلمك ده عايزه يوصل لحد فين. كلنا بنحلم، بس لازم يبقى في ليميت للحلم، او مراحل معينه للحلم. الحلم الاولاني بيبقى بسيط، بعد كده بيتطور، بعد كده بيتطور، بعد كده بيوصل لعنان السماء. خلاص، ما ينفعش احلم لعنان السماء وانا لسه ما عملتش الاساس. خلاص، دي نصايح سريعه ممكن تكون سمعتوها من ناس كتير، بس بحب اقفل بيها المحاضره او الكورس بتاعنا، بحيث ان ايه يعني اقدر اكون وصلت الفكر بتاعي. خلاص، مفيش اي مشكله، تناقشوا. امين بيدي افكار اهو، الناس ممكن تتناقش، والجروب مفتوح، والناس بتحط دفعات على الجروب، احنا مش قافلين على الناس. اي حد بيحط اضافات او اي حاجه احنا بنسيبها على الجروب الخاص بالدفعه. احنا مش هنرفع فيديو على فكره، ولا هنرفع البرنامج الاخ وليد، احنا هنعمل صفحه مستودع رقمي، يبقى فيها الموضوع كامل بالفلاشه بتاعتك، يعني اي حد ممكن بعد كده يقدر يستفيد منها في التعليم بتاعه، يقدر يستفيد منها اللي هو يشوفها. شركات التصميم لو بتخش بتصفها ممكن تلاقي فيها ده، استفاده للناس، للمعلمين اللي احنا هنحطها. خلاص، والاستفاده ليكم، مفيش مشكله، ما تصممش بالفلاش، تصمموا باي حاجه، والاستفاده ليكم باذن الله. ازاي؟ ان لو في اي فرصه عمل حد داخل بالصدفه على الموقع يبقى تسويق. خلاص، احنا اسبوع، الناس هتطول، ما عنديش مشكله، بس تقول لي احنا في كذا. احنا عادتنا، مشكلتنا لو قلنا 3 اسابيع هتسحب ل 6 اسابيع. خلاص، الناس لو ضغطت نفسها اسبوع هتطلع حاجات رائعه ان شاء الله، ده انا متاكد منه. خلاص،
في اي اسئله تاني قبل ما نختم؟ معايا كده؟ دي المشروع الدعم الفني. استاذن طبعا الدعم الفني عشوك ولا حاجه، احط الايميل تاني بتاعه والموقع. علشان الناس تتواصل معايا. خلاص شوية مسح. الدعم الفني يعني عشان هو تعب معانا، بيتعبوا معانا يعني. ده الميل بتاعي الشخصي، الموقع الشخصي عليه الصفحة بتاعتي. صفحة الفيسبوك بتاعتي اوديها لكم دلوقتي برضو عشان الناس تقدر تتواصل معايا عليها. اي حاجة كده قبل ما نختم، الناس تعذرني لو قصرت معاكم في اي حاجه، الناس تعذرني لو في معلومه مغلوطه او انا اخطات في بعض المعلومات، جل ما لا يسهو يعني، فهو كله من عمل الشيطان. في بعض الاوقات كان المود بتاعي مش كويس فالشرح ما كانش كويس. متى سننتهي؟ دعواتك لينا او دعواتك لينا بالخير ان شاء الله، وهي قريبا باذن الله. خلاص عشان انا انتهيت بس. قناه حضرتك كمان، ده انت هتشيلوني كده. حاضر. القناة فين؟ ثواني. القناة الأم طبعا قناة الدارين. القناة دي ما هي إلا عليها أعمال شخصية ليا أنا، وعليها بعض الفيديوهات بتاعة الدارين برضو بلينكات الدارين يعني كده كده. دي القناة الأم لينا كلنا عشان الناس برضو تبقى تستفيد من القناة الأم أكتر وأكتر. دي قناة شخصية حاطط عليها بعض أعمال شغلي أعرف عليها وهكذا. هو لسه ما جهز يعني، هي
بنخش يعني برفع على الفيديوهات بتاع الصبيه والحاجات دي كلها، عشان صورتين في الفوتوشوب ازاي صورتين جنب بعض تشوفهم يرنك. واحد ازاي شوفوها شغاله ولا لا كده. وارفعها على الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي عشان اللينك بتاع الناس تشوفها برضه. او عليها صوره تاني بس افتح صورتين في ملف واحد ان انا افتح لهم. بعض الدورات بتفيدنا عشان كده احنا بناخد الحاجات بتاعتها. لو عنه وربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله كده وجميع بخير وتبقى اعلم مني خلاص. اتواصل معايا حاجات والدعم في لكم لينك الناس تبقى وتتواصل موجودين ان شاء الله دائما باذن الله طالما في العمر بقيه باذن الله. مخروج من الفصل طبعا انا حاسس ان انا ببقى على اخر الفصل فهي دي المشكله. فانا عندي حزن ان انا هسيب باذن الله تعالى. اللي شغال القناه انا حسبت شغال خلاص ماشي. طلعت القناه شغاله خلاص القناه فيها بتاعي رساله الدكتوراه بتاعتي عشان كنت عاملها عن صلاح الدين الايوبي رسوم ان شاء الله 2D خلاص. تخرج فيديو كنا عاملينها في الجامعه يعني حاجات شويه برامج التعليم كل بدرسها ان شاء الله تمام كلها تستفيد خلاص كده. المحاضرات خلصت للاسف الجميع كل خير قريب عشان نفيد من الدعوه بلاش خلاص اشوف تعالى تتواصل معايا وكلمني بس وانا هشوف انا اقدر افيدك فين خلاص. في يعني كتير احد شيئا انا نصيبي ان انا الدارين يعني كلفتني ان انا فتواصل معايا على الميل واديك بعض من كتله بعض الجامعات تشوف الدرس هتكمل بقى دراسات عليا خلاص. تسكن في الوغل لما كفايه لا خلاص لازم تفهم حاجه يعني. هي مش خلاص اخر نص الناس تحلم هدفنا في الحال اللي احنا نحلم. ما يهمكش حد يثبت لك حلمك او حد يقول لك انت ما بتعرفش او حد يقول لك انت فاشل ده كله يعني عشان مش انا موضوع الان خلاص. فهي دي الفكره بايدين بعض وهكذا خلاص كده. فاتمنى الناس تكون استفادت من الدوره اتمنى الناس تكون
بدأت يبقى ليها رؤية واضحة. أتمنى الناس اللي هي بتحلم تاني، عشان إحنا الأحلام بطلوا يحلموا، لا إحنا عايزين الناس تحلم تاني، ويبقى الدورة دي بداية للأحلام، والدورات الأخرى إن شاء الله اللي بتتكفل بيها الأكاديمية تكون برضو بتفيد أحلام الناس إن شاء الله تعالى. خلاص، محتاجين مني أي شيء تاني؟ عذرا إن أنا قصرت في أي شيء، الناس تسامحني، وربنا يشوفك على خير إن شاء الله. حاضر، دورة. الناس يا ريت تكتب بقى الحاجات دي في الجروب بتاع المعهد نفسه، التعليم الالكتروني، علشان نبدا نجمع الناس قائمين على المعهد هناك، ونبدا نعمل نشوف فيها ايه. اللي هدرسه في كورس المونتاج، يعني معظم الكورس انا اللي قائم عليه ان شاء الله تعالى هدرسه. انا حاصل قسم بتاع ميديا. وتعليم الكتروني بقى عملت الماجستير والدكتوراه في التعليم الالكتروني اصلا. انا اصلا بتاع ميديا واعلام. خلاص، فانا عارف اخراج وعارف مونتاج، بشتغل ايدي مونتاج وبشتغل افتر افكت، يعني لا غير فيه. ما هو احنا هنحاول يا وليد نحطك على الطريق، اللي هيقول لك اللي هو هيديك البرنامج كامل يبقى بيكتب عليك، حتى لو هتاخده بفلوس مش مجاني يعني. خلاص، احنا بنحطك على الطريق، وانا كلمت وبقول تاني وعيد، احنا بنحط الناس على الطريق. وعليك ان تكمل هذا الطريق. لا، دي حاجات في الصميم ان شاء الله تعالى، بس الناس تكمل الطريق، لازم الناس تكمل الطريق. انا مش هقدر اجيب كل واحد اقول له تعالى كمل الموضوع، لا، ما هو الطريق ده ما فيهوش عربيات، الطريق ده احلام بس ان شاء الله. الله، واحلام بتتحقق. خلاص، باذن الله تعالى. خلاص، ان شاء الله كل الناس هتساعد بعضيها وهنوصل للي احنا عايزينه باذن الله تعالى. في اي تساؤل تاني؟ طولت عليكم انا النهارده ان شاء الله. نتواصل ان شاء الله في الدوره الجديده، نتواصل على خير في اي طلب او اي حاجه تطلبوها مني شخصيا، ما عنديش اي مشكله. هبقى متواجد في فتره من يوم 20/3 في مصر ان شاء الله. للي عايز يتواصل معايا ونقعد مع بعض قعده اللي احنا نتساءل، نرسم احلام مع بعض ليكم، ما عنديش اي مشكله. خلاص، والله المستعان ان شاء الله باذن الله في كل شيء باذن الله تعالى. خلاص، اترككم على خير دلوقتي. في اي اسئله قبل ما اترك هذا الجروب الجميل او هذه المجموعه الجميله؟ امين هتبعها، عشان هو اللي بيبدا المجالات الجميله دي، فشكله كده ايه. خلاص، ده الناس كتير اللي هتدي لها اهو، بدات يقولوا المجاملات. خلاص، دعونا من المجاملات وخلونا في الاحلام اللي هتتحقق ان شاء الله قريبا، ونكمل السلسله العلميه اللي انتوا علموا ناس بعد ما انا ايه، بعد ما انا علمتكم انتوا علموا بقى الاخرين. خلاص خلاص، يلا اشوفكم على خير. وشكرا طبعا للدعم الفني، شكرا للقائمين على اكاديميه التدريب، شكرا لكل اللي ساعدونا، شكرا للناس اللي سمعتنا. فدي اخر شكر يعني، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. خلاص، لا ان شاء الله معاكم يعني باذن الله، الدوره السابقه والدوره القادمه والدوره القادمه باذن الله، طالما في العمر بقيه واحنا موجود. وبنشكر طاهر طبعا عشان هو داخل في الاخر، بس مفيش مشكله، بس هيجي في المحاضرات بدري بعد كده. وبنشكر فريق التسجيل عشان ما يزعلش، احنا لازم نشكر الناس كلها. خلاص، ما انا كده ان شاء الله كلكم هتبقوا اول الحاضرين باذن الله، واللي هيتعطل او يعمل يتابع الفيديو مفيش اي مشكله. يا رب ان شاء الله يجعله على خير ان شاء الله، ويبعد عننا الرياء باذن الله، ويبعد عننا الغرور باذن الله تعالى جميعا. يعني اترككم على خير ان شاء الله، وربنا يكرمكم بكل الخير، ونتواصل على خير ان شاء الله. الدعم الفني يقفل عن الغرفه ولا انتوا تقفلوها؟ خلاص ان شاء الله، يلا السلام عليكم. انا برضو موجود اونلاين شويه لحد ما انتم محتاجين اي حاجه على الفيسبوك وعلى الماسنجر بتاعي، بحيث ان احنا نتكلم مع بعض ان شاء الله تعالى. يلا، اترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.